دور هو زهرة، يعني زهرة من الزواهر الموجودة بالمجتمع. نعم. ما فينا نتغاضى عنها كمان. نعم. كل ما تركناها كل ما بتزيد. يعني بالمسرحية معروضة بشكل إنه ما فيهاش تضخيم، وجاية بطريقة يعني فينا نشوف المشكلة من خلالها أكثر وجودها. يعني شو عم بيصير بالشاب مثلا اللي بيتعاطى مخدرات مثلا، يعني بغض النظر عن كلمة مخدرات، يعني كلمة مخدرات بتزعزع البدن يعني. نعم. جاي بمحلها بالمسرحية شغلة أوقات بيضحكوا عليها الناس، أوقات بتترك علامة استفهام. دوري بمساعدة رئيسة الممرضات. بتاخدي دور اللي بتسيطري على المرضى يعني؟ ايه. وكيف فيك تسيطري على زياد؟ خبريني بس. زياد بعيط عليه. بتعيطي عليه؟ ولا اسهل من هيك. ايه. وبصفوا اوقات. اذا كثير ضايقني. ايه. شو ممكن تخبرينا انت المرة الثانية بتطلع فيها على المسرح؟ مرة ثانية بس كأنه أول مرة، لأنه بعدني بخاف يعني، مش مراحل خوف. بس مرتاحة أكثر هالمرة. مرتاحة أكثر. دورك كمان ممرضة؟ ايه. بعتقد كنتي طليتك على المسرح قليلة، شو السبب؟ لأن دوري مش كثير رئيسي يعني، مش مسؤولة أنا أصلاً. بتجي بتساعدي شوي الممرضات. بالنسبة لجنون ولرشيد يلي اخدوا الدور زياد، كيف رأيك بهالجنون؟ لذيذ حسيته. دور لذيذ. شو رأيك يا زياد؟ دور لذيذ وبس؟ لالك بتسألينا شو مفروض نقول نحن؟ لالك لا نتفق شو منقول. ما أنا بدي أحشرك مشان هيك، حتى تحكي بطريقة ما قلنا بالعفوية، ما قلنا عفوية. عجبني لالك. عايش بالدور. كمان من الفريق الطبي، اسمي فاطمة بالمسرحية. نعم. أنا يعني بنزل مشهد هذا التحليل، يعني جلسة نقاش. جلسة نقاش. مع مجموعة الفريق، ف يعني بهالجلسة بتوقع خناقة، فكل واحد بيرجع يعني بيبدي رأيه. ايه. يعني الله يساعد اللي بده، كل واحد لأصوله يعني. الله يساعد اللي بده يمثل مع مجموعة عم بيحاولوا يمثلوا انه هن مجانين، بقى كيف بدكم تسيطروا؟ جربنا نتكل عليكن، عدنا تاكلنا علّا. راجعة بإذن الله، إذا ما إجا شيء من الله، جربنا نتكل عليكن. راجعة بإذن الله، على أنا حسبي إذن الله. بتفكرها عم بتقدم، راجعة بإذن يحسدنا أجانب عمناخ وعهوى، يا شعب منطلق حر، كل واحد عايش عهوى. سامحهم يا أبدا، يا الشغب اللي عم نسمع مقصود يعني. طبعا. فكرة
الشغب اللي عم بيصير هذا كله مقصود يعني ها تبغى يلا يظبط بسماه مقصودها هالفرسين كله مقصودها